تعرف على العصائر الطبيعية التي تحمي القلب خلال شهر رمضان المبارك. يتبع الكثير من الصائمين خلال شهر رمضان عادات غذائية خاطئة يمكن أن تؤدي إلى انسدادات القلب والجلطات الدموية والتي تعد من المخاوف الصحية الخطيرة، إلا أن هناك طرق للوقاية من هذه المشكلات خلال الشهر الفضيل، أبرزها تضمين بعض العصائر الصحية في النظام الغذائي كعصير الرمان غني بمضادات الأكسدة التي تمنع التجلطات، عصير التوت البري معروف بخصائصه المضادة للالتهابات التي تقلل الإصابة بأمراض القلب، عصير البرتقال يساعد أيضاً في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، عصير الجزر يحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تدعم صحة القلب، عصير الشمندر يحسن تدفق الدم وخفض ضغط الدم وزيادة معدلات الأكسجين.